جمعية الأرمان وصندوق تحيا مصر مستمرين في مشروعات ترميم المنازل في مختلف المحافظات، وحاليا هم شغالين في محافظة جنوب سيناء. افتتحوا 100 منزل تقريبا كمرحلة أولى من مشروع ترميم 500 منزل بكرة شمال سيناء. التكلفة عبارة عن 16 مليون جنيه، وده بحضور رئيس مجلس المدينة. تعالوا نشوف تقرير زميلنا ياسر عبد المقصود ونرجع لكم مرة تانية. احنا النهارده بصدد افتتاح المرحله الاولى من اعمار 50 قريه من قرى بير العابد. القرى دي طبعا فيها شريحه كبيره من المستحقين، والمستحقين عندنا معروف ان هم الناس اللي هم يستحقوا الدعم من جمعيه الارمان، وبالمناسبه برضه الدعم مش مننا لوحدنا، من صندوق تحيا مصر. بدأنا في المرحلة الأولى من الإعمار اللي هو 500 منزل، هيتم على مرحلتين. المرحلة الأولى 250، النهارده بنفتح بشاير المرحلة الأولى اللي هم 100 منزل في قرى بير العابد. احنا بيتنا كان الرملة بتنزل علينا واحنا قاعدين سبايد، ولا لو قعدت 100 سنة عمرنا ما كنا نعمله زي كده، عمرنا ما كنا نقدر نعمله. ليه؟ لأن ما فيش يعني راجل متوفي وكده، ومفيش معايا 3 عيال في البيت ومفيش. فكتر خيرهم ويديهم الصحة ويفيهم شر المرض. حاسة بحاجة جميلة، حاسة بحاجة حلوة جميلة طبعا، حاجة نظافة وحمام وكده ومطبخ، حاسة بحاجة حلوة نظيفة طبعا. احنا يعني بجد ما كنتش احلم بيه.